الماضيين. نستكمل مع حضراتكم هذه الحلقة في موشات، وكنا نتحدث عن الديلي تيليجراف ومقال لتيم ستانلي. المقال بعنوان على الغرب أن يعلنها صراحة، بيقول إنها حرب على المسيحيين، وشايف ومن وجهة نظره شايف إنه اللي بنعيشه الآن هو حرب متوجهة بشكل محدد للمسيحيين، في حين إنه مش شايف طبعا إن الحرب دي متوجهة بشكل آخر للشعب المصري. ليه؟ هو شايف وكاتب عن عدد الانفجارات، وتاني هنا الحديث عن المعلومات. يعني احنا بنكتب مقال رأي، اكتب مقال رأي زي ما انا عايز، بس لما اجي اكتب معلومات جواه لابد ان ندقق المعلومات. المعلومات من وجهة نظره يتحدث عن كل من سقطوا من شهداء في هذين التفجيرين، وعلى انهم من المسيحيين في مصر، وان الاستهداف لهؤلاء المسيحيين فقط. لا يرى رجال الامن اللي كان في منهم مسلمين او مسيحيين، لا يرى انه الاستهداف بيتم للشعب المصري، لان الشعب المصري وربما اللي بيكتبوا هذه المقالات في الصحافة العالمية في أزمة، بس إنه لا يعلموا تفاصيل أو شكل تفصيلة المجتمع المصري. هم متخيلين وكأن المجتمع المصري الكنائس دي محطوطة في حتة كده لوحدها، والمسيحيين قاعدين في كانتونات كده لوحدهم، ومحدش، كل الناس مفصولة عن بعضها. مش قادرين يتخيلوا إنه الشعب المصري عمره ما هيقدر حد يستهدف مسيحي لوحده ولا مسلم لوحده.